بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه ودربه إلى يوم الدين، أما بعد. مرة أخرى نلتقي أنا وأنتم في هذا المجلس، نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلها مجالس مباركة، وأن يجعلها الله سبحانه وتعالى في ميزان حسناته في جلوسكم أنتم وصبركم علينا، وفي اجتماعنا معكم عسى الله سبحانه وتعالى أن يجعل لنا هذا الأمر ذخرا ليوم نلقاه فيه. ومرة أخرى نحمد الله العظيم رب العرش الكريم الذي عافانا وإياكم وأعطانا نعمة عظيمة، وهي نعمة الإسلام ونعمة التوحيد ونعمة الشهادة التي هي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فما أعطي عبد بعد نعمة الإسلام من العافية، فأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعافيني وإياكم في الدين والدنيا وفي الدنيا والآخرة إن شاء الله. أما بعد إخواني الكرام، ونحن في هذه الحياة التي نعيشها عندنا مراحل، كل واحد فينا إذا أمعن نظره ودقق في عقله وكان عبدا عاقلا كما أراده الله، كما أراد الله عز وجل من بني آدم الذي ميزه عن سائر المخلوقات والبهائم بعقله الذي يفكر فيه، كل واحد فينا سينظر في حياته في بضعة أيام يستخرج أمثلة. هذه الأمثلة لا بد أن تكون لنا درسا تحت عنوان وذكرهم بأيام الله. ولذلك كل واحد فينا لابد أن ينظر إلى زمن مضى من عمره، فيجد محطات ويجد أحوال يزيد فيها إيمانه وقربه من الله، وأحوال ينقص فيها إيمانه ويبتعد عن الله. إنسان يذهب إلى جنازة يشعر بقوة إيمان ويشعر بزهده في الحياة الدنيا، وهو واقف ينظر إلى صديق قريب أو من ذوي رحم قد واراه التراب، ينظر إنسان إلى واحد أمامه في المقبرة يدفن وهو واقف ينظر إلى هذا المشهد الرهيب، المشهد المهيب، إلى هذه الموعظة الحية، وينظر إلى إنسان ربما كان أقوى منه وأكثر منه أموالا وأولادا، وكان إنسان ما كان ينتظر في الموت، فأسقطه الموت ميتا ووضعه هذا الإنسان في التراب وهو ينظر أمام عينيه. يزهد الإنسان في تلك اللحظة في الدنيا ويعيش مع الله سبحانه وتعالى، لأنه ينظر إلى الآخرة أمامه، ينظر إلى باب من أبواب الآخرة فتح ليلتهم إنسانا كان أمامه يمشي على الأرض، فيزداد إيمانه. لذلك ذكر الموت يقوي الإيمان ويهدم، يقطع اللذات، لذات الدنيا. يشعر الإنسان بقوة إيمان وقرب من الله، فيقول استغفر الله ويقول سبحان الله ويقول الحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله، ويذكر ربه عز وجل ويبادر إلى الطاعة والتوبة. إنسان يجلس في مجلس من مجالس الذكر، يسمع كلاما جميلا يقربه من الله، يدله على الله، يسمع كلاما يحرك قلبه، يقوى إيمانه. كما كان يقول أحد السلف: تعالوا نؤمن ساعة، نؤمن ساعة، نذكر الله، نذكر اليوم الآخر. كما كان يقول حنظلة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، كان يقول: يا أبا بكر، إن إذا كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر لنا الجنة كأننا نراها رأي العين، وذكر لنا النار كأننا نراها رأي العين. يعني كنا في قوة من الإيمان، وإذا رجعنا إلى بيوتنا وعافسنا الأولاد وإلى آخر الحديث. الشاهد هنا في زيادة الإيمان فقط أتكلم، هذا مشهد من مشاهد زيادة الإيمان. إنسان يمشي في الطريق، يأتيه إنسان سائل مسكين، يقف معه لحظة، يعطيه كلمة طيبة، يعطيه شيئا من الصدقة ويمضي، يشعر بقوة إيمان عجيبة لقربه من الله، وتنشرح يعني ينشرح صدره ويتفتح قلبه مما وجده من حلاوة الإيمان، هذه اللي اختلطت مع بشاشة، فيها بشاشة في القلب. إذن مواطن عديدة جدا
لما تصلي في المسجد مع الناس ويختم الإمام الصلاة في صلاة العشاء أو أي صلاة، فجر، ظهر، عصر، مغرب، في أي صلاة تصلي مع الناس ويختم الإمام الصلاة وتجلس أنت لحظات تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وتسبح وتحمد الله وتذكر الله وتقرأ القرآن ثم تقوم، تشعر بقوة إيمانية عجيبة جدا. هذه كل الناس يشعرون بهذا الشعور. بالمقابل عندما يدنس الإنسان نفسه في معصية من المعاصي صغيرة كانت أو كبيرة، يشعر ببعد وجفاء في القلب وبعد من الله عز وجل، وينقبض صدره ويشعر بشيء من الكآبة وكأن شيئا قد فقده، وهو كمية الإيمان التي فقدت في تلك المعصية. كل واحد فينا يعصي الله عز وجل ويرتكب ذنبا ويبتعد عن الله بشيء صغير أو كبير، فهو ذنب يقتضي أن ينظر الإنسان إلى نفسه فيه فيجد أنه قد نقص إيمانه، يضعف الإنسان في تلك اللحظة، يشعر بشيء من التقصير، يشعر بأن قلبه ضيق ليس فيه طمأنينة. هذا كله الذي ذكرته لكم الآن، كل هذا الشيء هذا هو عبارة عن دليل حسي نلتمسه، حسي معناتها نلتمسه احنا في حياتنا اليومية، على ما يقرره أهل السنة والجماعة من الصحابة الكرام إلى يومنا هذا أن الإيمان يزيد وينقص. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. شوف، زادتهم إيمانا، فدل على أن الإنسان عنده زيادة في الإيمان وقرب من الرحمن، وبالمقابل عنده نقص في الإيمان وقرب من الشيطان. هكذا سنة الله سبحانه وتعالى في خلقه أن جعل لنا قانون التدافع، قانون هو حرب بين الإنسان والشيطان. ولذلك الله عز وجل قال كلمة في القرآن: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. وقال الله سبحانه وتعالى: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة. بعض من فسر الآية تفسيرا خاطئا، يقول أن الشيطان هنا شيء معنوي، الشيطان هو نفس، الشيطان هو المعاصي، الشيطان هو الملهيات، وهذا يخرج زينة الآية، يخرج الآية عن زينتها وجمالها. الأساس أن الشيطان هو شيطان جني حقيقي، هو ذاك الذي أخرج أبوينا من الجنة، يريدنا الآن أن لا ندخل الجنة وأن لا نعود إليها. حرب قائمة بيننا وبين الشيطان. ولذلك أنت عندما تقترب من الشيطان سينقص الإيمان، وعندما تقترب من الرحمن يرتفع الإيمان. والله وتالله وبالله، كل مصيبة نعيشها اليوم، كل المشاكل التي نشتكي منها اليوم، إنما هي بسبب تدهور الإيمان في نفوسنا وخفتة عظمة الرحمن في قلوبنا. لما ولينا ما نقدروش ربي حق قدره، ولينا عندنا إيمان ضعيف. لما ضعف الإيمان صرنا اليوم نسمع كل إنسان يشتكي من إنسان، كل البشر يشتكون من البشر. يطلع الخطيب يرتقي المنبر يحتار عن أي معصية يتكلم، هل يتكلم عن تبرج النساء، ولا يتكلم عن تفلت الشباب، ولا يتكلم عن المخدرات، ولا يتكلم عن الشرك بالله وعلى البدع والمحدثات، يتكلم على عصيان الوالدين، ولا يتكلم على قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا يتكلم على تقاطع الجيران، ولا يتكلم على الرشوة واختلاس أموال المال العام، ولا يتكلم على الربا، ولا يتكلم على خيانة الأمانة وعدم الوفاء بالعهد. يتكلم عن ماذا الإنسان؟ عن ماذا يتكلم؟ كل معصية صارت ظاهرة فينا. متى نقول مجتمع فاسد؟ فرق ما بين مجتمع فيه معاصي، مجتمع صارت فيه معصية، مجتمع الرسول عليه الصلاة والسلام وقع فيه فساد وطهره الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن هذا الفساد عمل فردي لم يكن ظاهرا. المجتمع كي تحكم عليه فاسد باللي يفسد المجتمع متى؟
عندما تولي المعاصي ظواهر. وش معناتها ظواهر؟ يعني مظهر من المظاهر معروفة، يعني الفساد معروف فينا، التبرج معروف فينا، الربا معروفة فينا، الرشوة معروفة فينا، المخدرات معروفة فينا، حاجة نولوا معروفين بها، حاجة تولي منتشرة. لو كان تدخل في حي، تدخل في بلد، تدخل في مكان معين، مدينة، وتقول الناس كاين هنا الناس اللي كيفوا المخدرات، يا حسرة يقول لك هذا سؤال تسأله، يقول لك ملي تدخل حتى تخرج، ولا تسأله سؤال تقول له كاين هنا في الحي هذا ولا في المدينة هذه كاين اللي يشرب الخمر، يقول لك يا حي ما نقدرش نحسبهم لك. تقول له كاين نساء هنا متبرجات، عندكم متبرجات هنا؟ يقول لك قول لي لا كاين متحجبات. في وش ولات المعاصي عندنا ظواهر صبغة، ولات عندنا صبغة. والأصل في المسلم وش هي صبغته؟ وش هي الصبغة اللي تصبغ بها المسلم؟ صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة. الأصل في المسلم أن يكون تكون صبغته الإسلام، صبغته الإيمان، صبغته الخوف من الله، صبغته الطمع فيما عند الله. ومن بعد كي يزلق، كي يغلط، كي يذنب، كي يرتكب صغيرة، كي يرتكب كبيرة، يعود إلى الله. بصح الصبغة تاعه وش هي؟ صبغته هي الإيمان بالله. ولذلك لن يجد الإنسان، لن يجد مكانا يرتقي به مثل ما يكون الإنسان يفكر بالليل والنهار، عنده هم. يعني اذكر معي جيدا، يكون عندك همك أنت كيف تزيد من إيمانك وكيف تحافظ عليه، ما هي الأمور التي تأتيك من حواليك فتنقص لك إيمانك، ما هي الأمور التي تبعدك عن الله، ما هي الأمور التي تركب في نفسك وحشة من جراء قربك من الشيطان. هذا هو الأصل. الله عز وجل كل الخلق الذي خلقه، كل التركيبة الكونية التي ننظر إليها في هذه الحياة وما زلنا ننظر إليها في هذه الحياة، كل ما نجده من رفع السماوات بغير عمد، بسط الأرض هذه وتدحيتها، نجد هذه السماوات وهذه الأراضين التي تدل على الله، آيات تدل على الله، الشمس والقمر، الليل والنهار، البحار، الأنهار، اليابسة، المياه، كل شيء موجود في هذه الحياة، كل شيء موجود يدلنا على الله، يدلنا على أن هذا الكون حاب يتكلم كلمة، حاب يقول لنا كلمة كان يقولها الرسول عليه الصلاة والسلام. ما هي هذه الكلمة؟ عائشة رضي الله عنها جاءها عطاء بن أبي رباح وبعض التابعين وقالوا لها يا أم المؤمنين حدثينا على شيء، يعني حاجة لقطة مليحة كنت لاحظتيها مع الرسول صلى الله عليه وسلم. فذكرت لهم عائشة رضي الله عنها شيئا، قالت لما كانت ليلتي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قام عليه الصلاة والسلام فالتمسته، ولما قارب جلدي جلده قال النبي عليه الصلاة والسلام ذريني أتعبد ربي، خليني نعبد الله. قالت إنه لا يفرحني قربك، يعني يسرني قربك، ولكن يسرني ماذا؟ طلبك. يعني أنا مدابية كزوجة أنك تبقى معي، ولكن ما دمت أنت طلبت أنك تبقى مع الله خلوة مع الله عز وجل، تتعبد الله وتذكر الله، ما فيش مشكل، لك طلبك. قالت فمكث يبكي حتى بل حجره، ثم مكث يبكي حتى بل الأرض. يعني تصوروا الرسول الحبيب صلى الله عليه وسلم يجلس في الليل بينه وبين الله وهو يبكي بكاء شديدا حتى يتشمخ الحجر بتاعه من دموعه، ثم يزيد يبكي بكاء شديدا حتى هذك الدموع تكثر يعني تتخلل ما بين حجره وتسقط في الأرض، يعني بكى بكاء شديدا. قالت فلما أذن بلال، يعني أذن بلال الأذان، دخل أو استأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم للصلاة، فقام فرأى بلال النبي عليه الصلاة والسلام يبكي. قال أتبكي يا رسول الله وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم، هنا الشاهد، قال لقد أنزلت الليلة علي آية، اليوم نزل علي يا ربي آية، ويل ثم ويل ثم ويل لمن قرأها ولم يتدبرها. منش موجودين في الدنيا لعبة، منش موجودين في الدنيا هكذا هكذا فقط، منش موجودين في الدنيا
ببلاش، موجودين في الدنيا من أجل مهمة عظيمة أوجدنا الله من أجلها. ولذلك قال وين ثم وين لمن قرأها ولم يتدبرها. ما يصيرش في الدنيا هكذا سبهللا هكذا، لازم يكون إنسان مفكر في حياته. قال ما هي الآية هذه؟ إن في خلق السماوات والأرض، هذه السماوات والأرض، واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. ايش معنى يذكر الله؟ يذكرون الله بلسانهم وبعقولهم، يبقوا يفكروا دائما، دائما عندهم عبودية التفكر في الله سبحانه وتعالى، دائما ينظروا إلى السماء والأرض ويقولوا سبحانك يا ربي ما خلقت هذه السماء هكذا. خلق الله عز وجل لهذا الكون عنده معنى، المعنى وهو أننا لا بد أن ندرك حقيقة مسيرنا إلى الله، وين راني واصل مع رب العالمين، والله مكانتي مع الله سبحانه وتعالى. يا هل ترى، سؤال يطرحه الإنسان على نفسه، الله عز وجل في هذا اللحظة راه راضي عني أم لا؟ أنت لو عندك صاحب حبيب تمشي معه وتروحوا في كل مكان أنت وياه ما شاء الله، يعني دائما مزدوجين، تمشوا في أي مكان، تسافروا مع بعض، عندكم مودة فيما بينكم، صحبة جميلة جدا، لو هذاك الصاحب بيكسر في وجهك لحظة ما ترقد الليل، تقول وش عملت له هذا الإنسان أنا؟ لماذا فعل معي هذه اللقطة هذه؟ تتحسس من إنسان تحبه أنه قد تغير معك، وأنت تبيت الليل وما تدري أن الله ساخط عليك، تبيت الليل وأنت ما تدري هل الله راضي عنك أم ساخط عنك. يعني ما نفكر، صرنا نعيش حياة هكذا همجية، نسأل الله العافية والسلامة. والله سبحانه وتعالى أعطانا نقطة تؤهلنا، نقطة تفصيلنا بيننا وبين البهيمة، العقل فقط، العقل. ولذلك ابن القيم رحمه الله يقول لا يوجد فاصل بين الإنسان والبهيمة إلا العقل. لو فقد الإنسان عقله وصار في سار في هذه الحياة بدون عقل، تدنى من مستوى الإنسانية إلى مستوى البهيمية، نسأل الله يعافيني ويعافيكم. ولذلك لازم الإنسان في حياته اليومية يفكر كيف الإيمان، مثل الناس اللي تفكر وش حال الدينار طلع هبط، وش حال الأورو طلع هبط، ماديين دنيا، أنت لا، أنت حالك كيف حال الإيمان، كيف حال اليوم مع الله، وش أديت أشياء تقربني من الله عز وجل. يا هل ترى، أنا نسأل نفسي الآن، وكان قدر ربي عز وجل يجيني ملك الموت في هذه اللحظة كيف يكون حالي؟ كاين الناس الله سبحانه وتعالى السؤال هذا يهزهم هزا، كاين الناس قلوبهم جميلة حتى ولو تشوفهم في أوج المعاصي. سألت شبابا في هذا السؤال نفسه، والله الذي لا إله غيره، غيرهم في أوج السكر، شباب سألتهم هذا السؤال وهم في مكان يشربون الخمر في أوج السكر، سألتهم سؤال، قلت لهم نسألكم سؤال يا خالتي وانتم على هذه المائدة الخمر، لو كان يجي ملك الموت ويقبضكم في هذه اللحظة، أقسم بالله ثلاثة منهم بكوا بكاء شديدا لا نبكيه نحن في المحراب، ما نبكوش حنا ونصلوا بالناس ما نبكوش. يعني كاين الناس قلوبهم طيبة، شفت زوج نساء راكبين في سيارة عارية وهم عاريات ويمشوا وعاملين الغناء على أوجه، سكرانات الاثنين، وأنا كنت وراهم بالسيارة، الحقنا إلى دائري هذا الرومبوا، الحقنا، أنا قربت منهم وقلت لهم دقيقة نسألكم سؤال، وأنا نتكلم معهم ونخرج في يدي ونعمل هكذا باش الناس كي يشوفوني ما يقولك شو يتبلى في الناس، في بلاد الناس، باش يفيقوا باللي أني نذكرهم بالله، حتى أدفع عن نفسي الشبهة يعني. قلت لهم نسألكم سؤال فقط نقص الغناء، قلت لها نسألك سؤال، نقصت الغناء ونحن كنا في زمن صيف، عاريات سكرانات يسمعوا في الغناء ويرقصوا ويسوقوا بسياقة بهلوانية. قلت لها نسألك سؤال، تخيلوا أنتم يعني راكم كإخواتاتي، لو كان يجيكم ملك الموت على هذه الحالة كيف تكونوا؟ والله الاثنين بكوا بكاء بالشهيق، يبكوا سكرانات، يعني كان كما احنا صرات في وقت الصحابة، جاء إنسان كان يشرب الخمر كثيرا يدعى حمار، كان كثيرا ما يضحك الرسول عليه الصلاة والسلام، كان إنسان قصائري ويشرب الخمر، مشكلته أنه يشرب الخمر، فكان كثيرا ما يؤتى به عند الرسول عليه الصلاة والسلام ويجلد النبي عليه الصلاة والسلام يقيم عليه حد الخمر. الصحابة رضي الله عنهم تكلموا كلام،
لما جاء به ذات مرة دائما يجي به دائما يشرب خمر. فالصحابة قلقوا قالوا فيه كلمة انتقصوه وقالوا ما أكثر ما يؤتى به إلى رسول الله. هذا الإنسان وكأنهم يحبوا يقولوا هذا الإنسان لم يستحي، لماذا جاء دائما هذا يعني دائما يشرب الخمر ويجيبه عند الرسول عليه الصلاة والسلام ويجلده؟ يعني الصحابة ما عجبهم الموقف هذا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام من قال هذه الكلمة؟ قال أنا يا رسول الله. قال ويحك إنه يحب الله ورسوله. انطلاقة الإنسان من قلبه، انطلاقة الإنسان ماذا يحمل قلبه. ولكن أنا أقول لك يا أيها الشاب ونقول لك يا أيتها المتبرجة، ما تخليش الشيطان يلعب بك، ما تتماديش في التبرج وتتمادى أنت في العهر والذعر وتتمادى في الفسق وتقول أنا أبسح والله يطلع على قلبي مليح. إنسان يكفر بربي عز وجل قاع واش كاين يقول لك شوفوا يكفره شوفوا هكذا يكفر بصح قلبه مليح، مستحيل كيف يكون هذا؟ لا يضحك عليك الشيطان، انطلاقتك لازم تكون مليحة بصح لازم تنطلق، لازم تنطلق، ما تبقاش حابس في الكفر، حابس في سب الله، حابس في عقوق الوالدين، حابس في المخدرات، حابس في ترك الصلاة وتقول كي يجي يطلع على قلبه بيضه قلبه مليح. كيف هذا قلبه مليح؟ كيف قطع علاقته مع رب العالمين؟ كيف قلبه مليح؟ الإنسان ينطلق من قلب المليح، عندك قلب مليح ما شاء الله، قلبه جميل ما شاء الله، صح لازم ينطلق، لازم يبدأ يمشي خطوات إلى الله سبحانه وتعالى، لازم نسيره إلى الله عز وجل. ولذلك سر النجاح في حياتنا هو أننا نكون مفكرين، يكون عندنا عقول. أفلا يتدبرون، لعلهم يتفكرون، لعلهم يتذكرون، لعلهم يعقلون. يعني كل واحد فينا لازم يعقل، ما نسيروا حياة هكذا من دون التفكير. ولذلك لازم نفكر من أين يأتينا المرض. شوفوا يا إخواني الكرام، كل ما هو موجود في هذه الحياة من المصائب التي تمر بنا اليوم، سواء داخل أنفسنا نحن مما نعانيه من الأمراض النفسية، من نعانيه من الكآبة، نشعر بالملل، نشعر بأننا نفتقد إلى شيء، نشعر بوحشة في نفوسنا، هذا كله وما نجده في البيوت من الشقاقات ما بين أفراد الأسرة، من المشاكل التي تعاني منها تقريبا كل أسرة، من ذهاب البركة في أوساط الأسرة، من ذهاب البركة من فراش الأسرة، من ذهاب البركة من جدران الأسرة، من ذهاب البركة من مائدة الأسرة، من ذهاب البركة من خزينة الأسرة، هذا كله كذلك. وكل ما نجده في أوساط المسلمين في داخل الأحياء من شقاقات بين الجيران، من شقاقات حتى في أوساط المساجد ما بين الناس المصلين، ما نجده من شقاقات ما بين المصلين والإمام، ما بين المصلين في ذاتهم، ما نجده كذلك من شقاقات ما بين الباعة داخل السوق، ونجد كذلك من تدهور في الأحوال اقتصاديا اجتماعيا تربويا إيمانيا من كل النواحي داخل دولتنا وداخل المجتمع المسلم وداخل الأمة الإسلامية برمتها، كله بسبب بعدنا عن الله. هذا النقطة الوحيدة التي تجعلنا ننظر إلى أنفسنا ونعيد حساباتنا من جديد. أنت وأنا وكل واحد ينظر مع نفسه إلى أي مدى أنا ذاهب وراني رايح، طريق هذه التي أمشي فيها توصل أو لا توصل، تخرج ولا ما تخرج، طريق مسقمة ولا معوجة. كلمة شيبت الرسول عليه الصلاة والسلام، شيبتني هود وأخواتها، كان السلف يقولون ولعله كان يعني صلى الله عليه وسلم فاستقم كما أمرت ومن تاب معك، إن الله أمر المرسلين بما المؤمنين بما أمر به المرسلين، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. يعني لازم تستقيم، هكذا مخدومة قانون من الله، لازم تستقيم على طاعة الله. الأمر ما هوش بالخيار، الأمر مع ربي ما هوش بالاختيار، تحب كما حبيت، عندك حرية تحب تفسق وتحب تستقيم، ما هوش هكذا عند ربي. إلا من أتى الله بقلب سليم، ما كاش حريات عند الله. أعظم حرية ينالها الإنسان أن يكون عبدا لله، قانون ربي لن تنال الحرية حتى تكون عبدا لله، تنفلت من عبودية الله ستكون عبدا لنفسك لهواك لحبيبتك للمال للمادة للدنيا لأي شيء. لن يكون الإنسان حرا الحريات المزعومة الآن حتى يكون عبدا لله. عندما تكون عبدا لله
تعرض عليك الفاتنات تقول معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي. عندما تكون عبدا لله تعرض عليك الدنيا المال تقول إني أخاف الله، هذا مش مالي، هذا حرام، هذه رشوة، هذا سحت. لما تعرض عليك حقوق الناس ودماء الناس تقول هذه دماء الناس، هذه دماء الناس، لا يجوز أن أتجرأ على قتل إنسان. لما تعرض عليك أعراض الناس ويجيك إنسان في نميمة وغيبة ويتكلم تقول اتق الله، هذا أخونا في الله عز وجل، هذا أخونا مسلم، أنا أخاف الله فيه. أنت حر، هنا حر، لم يتحكم فيك شيء لأنك عبد لله. لما تنفلت من عبودية الله تولي لا صلاة ولا تعرف الحلال ولا تعرف الحرام ولا تخاف رب العالمين، وش تولي؟ تولي ما تقولش راني حر، تكذبش على نفسك، تولي تقول أنا عبد لكذا، أنا عبد لسجارة، أنا عبد أعزكم الله لرفع شمة تتحكم فيها، أنا عبد لمخدرات، أنا عبد للحبيبة الفلانية والعشيقة الفلانية، وأنا عبد للهوى الفلاني وللعادة الفلانية والفسق الفلاني والملهى الفلاني والنميمة الفلانية والغيبة الفلانية. لازم تولي عبد لحاجة أخرى لأنك لست عبد لله. لما تكون عبد لله يتحكم فيك الحلال والحرام، تكون حر. روح أنت شوف واحد متدين، متدين أقول متدين، يعني معروف باستقامته، معروف بعدالته، معروف بخوفه من الله، تشهد له الأمة، تشهد له الجمادات أنه إنسان يخاف الله. روح أنت عرض عليه حاجة تلقاه حر حقيقة، رافع راسه تاع صح، يقول لك أنا لا، ما خاطيني الأشياء هذه، حر. أما العبد يجي إنسان يجر ويلح بيديه، ولذلك يقول يا ليتني، يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يندم يوم القيامة، ولكن ما ينفع الندم يوم القيامة، سأل الله يهدينا ويثبتنا قبل ما يفوت علينا الأوان. ولذلك هذه هي مظاهر ضعف الإيمان. مظاهر ضعف الإيمان هي التي عكرت علينا الحياة الطيبة التي أرادها الله بنا. ولكن الإنسان ما أنزل الله عز وجل لنا أو ما أنزل الله من داء إلا وجعل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. الحكاية ليست في الداء والدواء، الحكاية في علمه من علمه وجهله من جهله. الحكاية لذلك الله عز وجل جعل لنا واحد الحاجة، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. مش نقولوا نعرفوا الدواء، لازم نعرفوا الدواء، لازم نعرفوا الحاجة اللي تسلكنا تخرجنا من هذا الدوام اللي رانا نعيشوا فيها. ولذلك لازم نذكر أنفسنا أن ضعف الإيمان عنده أسباب. ضعف الإيمان هذا عنده أسباب، عنده أسباب كثيرة. من بين هذه الأسباب أن يكون الإنسان لا يذكر الله، لا يذكر الله، والذي لا يذكر الله عز وجل يموت قلبه. مثل الذاكر الله، مثل الذي يذكر الله والذي لا يذكر الله، كما قال عليه الصلاة والسلام مثل الحي والميت. مثل الإنسان يذكر الله والذي لا يذكر الله. وش معنى يذكر الله؟ ذكر الله إياك أن تفهمه تحريك اللسان فقط، هو عنوانه تحريك اللسان. ذكر الله أن يكون الإنسان عنده ثلاثة أشياء لا تغفل، ثلاثة أشياء لا تغفل. قلبك حي، حي يتحرك، لحمة تتحرك. باش تتحرك هذه اللحمة؟ بحب الله، تتحرك بمعرفة الله، تتحرك بتقدير الله، يعطي الله عز وجل قدره، تتحرك بعظمة الله. وقلبه هذا مملوء بإيمان بالله عز وجل عظيما، مش خالقا فقط. شوفوا يا إخواني الكرام، إبليس مؤمن، إبليس مؤمن، ولكن إيمان إبليس لا يوصله إلى الله. كاين حاجة نطلق عليها الإيمان، ولكن ليس هو الإيمان المراد عندنا نحن، الذي هو قول باللسان واعتقاد بالقلب الجنان وعمل بالأركان، مش هذا، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. لا، كان إيمان هو مجرد تصديق فقط. إبليس قال وعزتك مؤمن بأن الله عزيز، وقال لأغوينهم أجمعين، ثم قال ماذا قال؟ قال ربي، مؤمن بأن الله رب هو اللي خلق، وقال خلقتني، مؤمن بأن الله خلق، ومؤمن بأن الله هو الذي يملك اليوم الآخر، قال إلى يوم يبعثون، مؤمن بيوم البعث، يعني يعرف.
ولكن هل إبليس نفعه إيمانه؟ هل ينفع إيمانه هذا؟ الله جعله أرض أسفل سافلين، وجعله ملعونا إلى يوم الدين، وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. لم ينفع هذا الإيمان. حقيقة النجاح وحقيقة البطولة وحقيقة الفوز أن تؤمن بالله، ولكن بالله عظيما عظيما. شوف دقق جيدا، تؤمن بالله بصح عظيم، ماشي ربي خلقنا وربي أعطانا ويجيب ربي والحمد لله وربي هو دارنا هذا الشيء وربي نزل المطر وربي يعمل كذا، لا، هذيك الله موجدا آمنوا بها الكفار. الله عظيما هي المشكلة. ولذلك إنه كان لا يؤمن بالله العزيز العظيم، لا يؤمن بالله العظيم. خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. على هذا إنه كان لا يؤمن بالله العظيم، يعني ما كانش يؤمن بربي كونه عظيما. احنا الآن بربي وما نعظموهش، كي ما نعظموهش وش نديرو؟ كي تجي المعصية ونوقف عند مفترق الطرق، نرتكب المعصية ونؤدي حق نفسي، أم أنني أخشع لله وأرجع إلى الله وأخاف الله؟ نوقف مع نفسي، مش نعمل هنا، نروح إلى نفسي مباشرة من دون تفكير. أحيانا أعطي لنفسي ما تريد ولا أفكر هل الله عز وجل أغضب ما أغضب، سخط ولا رضا، لا يهمني. هذا لا يؤمن بالله عظيما. لو كنت عظم الله ما تفعل هذا أبدا. إنسان تستحي منه أنت تخبي القارو، تستحي منه في الدنيا تخبي قارو. ربي سبحانه وتعالى عظيم، كي تجي معصية لازم ندير كتر من اللي درت مع ذاك الإنسان. هذاك إنسان نحترمه ما شاء الله، وهذا طيبة منك وحياء، مادام فيك الحياء واستحيت من إنسان وخبيت الدخان من أبيك ولا من إمام المسجد ولا من أي إنسان، يعني تعطيه قدرا وخبيت الدخان ما حبيش تستكيف أمامه ولا ما حبيش تعمل حاجة مش مليحة أمامه، هذا دليل على أن قلبك ما فيه حياة طيبة، قلبك جميل. ولكن لما جيك المعصية كذلك وقف واستحضر أن الله يراك وقل الآن الله أم المعصية، لازم هذا حتى تبرهن أنك تخاف الله. وعندما تزل بك القدم أحيانا وتغلبك نفسك أحيانا، زيد عاود برهن بأن الله عظيم بالتوبة. قال يا ربي في المفترق الطرق راني اخطيتها وراني عملت المعصية وراني غلبتني شهوتي، ولكن الآن يا ربي راني جاي برهن لك وأبكي بين يديك أنني أتوب إليك وأبرهن لك أنك عظيم وأبرهن أنني أنا ضعيف. تبقى عندك علاقة مع الله، إما أنك تترك معصية برهنت بأن الله عظيم، وإما أنك تعود إلى الله بعد المعصية إذا فتغلط ترجع إلى الله ركزت برهنت بأن الله عظيم. أما أنك تضرب صفحا ولا تبالي الله غفر لك أم لا، أما الله سخط عليك ولا لا، هذه مشكلة. هذه راك تقول ربي أنا لا أعترف بك عظيما، أنا ما يهمني الله، ما يهمني ربي سخط ما سخط، ربي غضبان مش غضبان عليا، يعطيني المهم أني ناكل الناس كامل اللي تاكل وتشرب وناس يدير أكثر مني. أعظم مصيبة أنك لا تقر بضعفك. الإنسان عنده واحد العادة في نفسه، عنده طبع الإنسان ارتقائي، إنسان عنده نرجسية في نفسه، عنده الإنسان كبرياء موجودة داخل في نفسه. هذيك الكبرياء تخلينا أبدا ما نعترف بالخطأ. بمجرد ما يلتقي اثنان بالسيارة يتقايسوا، أول حاجة يقولوها أنت الغلط، والآخر يقولوا أنت الغلط أول حاجة. لماذا؟ لأن طبيعة الإنسان ابتداء لا يريد أن يعترف بذنبه، وهذا هو الذي يهلك الإنسان ويلجه النار، هذا اللي يخلي الإنسان يدخل النار. لابد حتى نلحق إلى الجنة لازم لنا خطوة، الأولى أننا نعفس على النفس، نعفس على الكبر، نعفس على هذه النفس التي تقودنا إلى نار جهنم التي تهلكنا، نعفس عليها. غلط رد، عندي ضعف في الإيمان، أرتكب معصية مع نفسي، ما نحكيش للناس، ما نجهرش بالمعصية، أخليه بيني وبين الله مستور. عندي حاجة مع نفسي، عندي شيء لازم نصلح أمري، نجلس مع نفسي وصارح نفسي على الأقل، نصارح نفسي قل أنا الآن مفرط في جنب الله، أنا عندي تفريط كبير جدا في صلاتي مع الله، عندي تفريط في الصلاة الفلانية، عندي تفريط وتقصير كبير جدا في بر الوالدين، عندي تفريط في ذكر الله، عندي تفريط في الصدقات،
عندي تفريط في جانب قراءة القرآن، عندي تفريط في كذا في كذا. فكر في نفسك، لما تعترف، الاعتراف هذا هو بداية الطريق السليم. من ثم كي ترسم الطريق تقدر تمشي، ما رسمتش الطريق لن تمشي أبدا، ما توصلش. ولذلك فاستقم كما أمرت، كما أمرك الله. ولهذا من مظاهر ضعف الإيمان التي نعيشها اليوم نحن الآن عدم الاستحياء من الله، وعدم وفعل الشيء ولا نكترث، يعني نفعل الشيء ولا نكترث، لا نستحي، لا نشعر بحياء من الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم لأناس كانوا يعظون أو ينهون إنسانا على الحياء، كانوا ناس حاكمين، واحد يقول له علاه دائما تتحشم، الحشمة هذه ما تلحقكش الخير، لازم ما تستحيش، كانوا ينهوا فيه على الحياء. مر عليهم الرسول عليه الصلاة والسلام قال له دعه فإن الحياء لا يأتي إلا بالخير، خليه يستحي، خليه يحشم، ما دام يستحي يفوتوه بعض الأشياء ويفوتوه بعض الحقوق الدنيوية، ممكن يحشم يطلب حقه في الدنيا، بصح ما دام يستحي راح يوصله الحياة إلى الجنة، ما دام يستحي يحشم حتى يطلب حقه، الأصل ما يحشمش، بصح الله غالب هو عنده الحياء مدوزي زايد، فالآن خليه في الحياء تاعه هذا، راه يكسب قيمة عظيمة عند الله هذا، ما دام يستحي باش يطلب حقه، ماذا يستحي هذا ما لو كان يروح تدعو امرأة عنده حياء، الحياء هذاك راه يمنعه من الشر، ما يقدرش يرتكب الشر. فلذلك دعه فإنه لا يتعب. عدم وجود الحياء فينا، الناس اليوم صاروا يجاهرون بالمعاصي، كل أمتي معافى إلا المجاهرين، مصيبة أن الإنسان يرتكب المعصية ويجي يجلس مع أخيه يقول له فعلت كذا مع فلانة وفعلت الأمس كذا وكذا، مصيبة الإنسان. ربي يوم القيامة ينادي إنسان يا فلان ابن فلان، يوم القيامة يوم إحنا نحتاج فيه إلى رحمة الله، ونأتي حفاة عراة يشيب فيه الولدان، الولدان هذوك اللي ما داروش الصغار، الاولاد هذوك الصغار اللي ما داروش ذنوب يشيبوا من كثره عظمه ذلك اليوم. الانبياء يصيبهم خوف من الله عجيب جدا، يقولون اليوم غضب الرحمن غضبا لم يغضب مثله ولم يغضب مثله قط، يعني غضب ربي غضبا شديدا في ذلك اليوم. ربي ينادي انسان، شوف تخيل ينادي انسان. قال النبي عليه الصلاه والسلام ينادي إذا كان يوم القيامة وحشر الناس، ينادي الرحمن عبدا من عباده أين فلان ابن فلان، فيقول أنا، يقول فيدنيه الله عز وجل من كنفه، يدنيه يقرب الله منه، فيكلمه ليس بينه وبينه ترجمان، مباشرة يكلم الله، فيقول أي عبدي تذكر نعمة كذا، تذكر نعمة كذا، قل نعم، فما زال يذكره الله بنعمه، ما زال يقول له اعطيتك واعطيتك، اعطيتك الصحه واعطيتك العافيه، واعطيتك شربه الماء تشربها بارده هنيئه، واعطيتك الطعام، واعطيتك دفء الفراش، واعطيتك نعمه الوالدين والاسره، واعطيتك نعمه الاسلام انك ولدت في بلد مسلم، واعطيتك واعطيتك نعمه البصر ونعمه الصحه ونعمه كذا ونعمه الامن ونعمه ونعمه. وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها. فيذكره، فما زال يذكره بنعمه حتى يقرها، حتى يقول خلاص أعطيتني يا ربي نعم. ثم يذكره بذنوبه، ألست صاحب ذنب كذا وكذا، يقول إيه عملت عملت وعملت وعملت. قال فلا، فينظر أمامه، يعني ينظر أمامه فلا يرى إلا سيئات عاملها كبيرة، وينظر أيمن منه فلا يرى إلا سيئات، وينظر أشأم منه على شماله فلا يرى إلا السيئات. يعني الدنيا محيطة بالذنوب، إنسان راه غارق في ذنوب، الخارب العالمين خير هابط عليه وذنوبه طالع عن ربي سبحانه وتعالى. ذكر الله بكل شيء أقرها محضر 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 كامل يفيد، أعظم دليل على الجريمة وهو اعتراف الجاني يفيد، والاعتراف سيد الأدلة. اعترف المذنب بالنعم التي أعطاها الله له، واعترف بالمعاصي التي هو ارتكبها، فصارت الآن محقق كل شيء وجب في حقه العذاب. فيقول الله كلمة جميلة جدا، فإني سترتها عليك في الدنيا وها أنا أسترها عليك اليوم. ستر، ستر جميل جدا. ولذلك ما ينبغي لأحد أن يفضح نفسه أو يفضح غيره. يعني ما ابتلينا به اليوم من هذه الوسائل أن الناس يصوروا بنت فلان ولا ابن فلان
وينشرها في الوسائل هذه في اليوتيوب، ولا ينشرها في الفيسبوك، ولا في الانستغرام، ولا في أي شبكة من الشبكات، ويقول هذا ما فعل فلان، وهذه ما فعلت فلانة، وهذا ما فعله كذا وكذا. هذه الفضائح نسأل الله العافية والسلامة أكبر جريمة يرتكبها الإنسان في هذه الحياة. ولذلك إذا صرنا ما نستحي دل ذلك على ضعف إيماننا بالله، لأن الإنسان إذا تركبت عليه أو تراكمت عليه النعم وتذكرها هي أعظم طريق لأن تولد الحياء في نفسك، أعظم طريق. أنا راح نذكر الآن بيني وبينكم، نذكر مظاهر ضعف الإيمان والأسباب في نفس الوقت، ونذكر معها الدواء. يعني الآن لما الإنسان يولي ما يستحي من الله يضعف إيمانه، وتولي هذه من مظاهر ضعف الإيمان، وش يعمل الإنسان باش يقوى الإيمان تاعه؟ لازم يتعرف على الله، لازم يتعرف على الله. كي يتعرف على الله راح يتخلق بمضامين صفات الله. مضامين صفات الله، وش معناتها مضامين صفات الله؟ كاين واحد الكلمة قالها ربي في القرآن، ولكن كونوا ربانيين. وش معناتها ربانيين؟ الرباني، الإنسان الرباني هو الإنسان الذي يعيش لله. وجاءت كلمة الرب هنا تفيد أفعال الله، أفعال الله. ولذلك الإنسان الذي يعيش مع الله ودائما يذكر نعم الله، دائما يذكر نعم الله عليه، يقول هذه اليوم نجوت بفضل الله، اليوم كسبت بنعمة من الله. مش قفازتك أنت، إلا قلت قفازتي، إلا قلت قرايتي، إلا قلت أنا نجيبها منين تكون؟ أنت مثل قارون، إنما أوتيته على علم. قال قارون إنما أوتيته على علم. لازم تقول واش؟ مثل ما قال من؟ سليمان، اللي قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. دائما أي حاجة هذا من نعم الله عليها. ولذلك جعل الذكر للتذكير بنعم الله. إنسان حتى يخرج من الخلاء أعزكم الله يقول غفرانك، ويدخل الخلاء ويسمي الله. لماذا؟ حتى يبقى يحيط ذكر الله عز وجل على نعمة. إنسان يمرض بالبروستات عفاني الله وإياكم، ينحبس عليه البول، يعذب عذابا شديدا، يدخل شيء ما يسمى لصوند هذيك في عضوه أعزكم الله، وهو يتعذب عذابا شديدا حتى تنزل منه قطرات حتى يذهب عنه العذاب، يحبس عنه البول. يعني ما يفعله الإنسان اليوم من هذا العملية، عملية التبول، هي من أعظم نعم الله على الإنسان. لو أن الله عز وجل يمسك عن الإنسان بوله سيعذب عذابا لم يرى مثله قط. واسألوا الناس الذين مرضوا بهذا المرض اللي هو مرض البروستات، وهو انحباس يشكل أثرا، وهو انحباس البول، نسأل الله العافية والسلامة. يعني هذا أقل شيء أنت تقول غفرانك الحمد لله، يعني الله سبحانه وتعالى جعلنا في نعمة من الله نرتاح. كذلك النعمة شربت ماء قتلت كم من إنسان، تشربها أنت وتسوغ وتمر عليك وتتعم بها. لو أن الله هذه النعمة يقلبها لك بأمر كن فيكون، تولي شربة الماء تقتلك. يعني شيء عجيب جدا، نعيش نحن على شفا جرف لو أن الله سبحانه وتعالى ساتر. كم من إنسان اليوم تحوم عليه العافية وهو لا يدري ولا يدرك نعمة هذه العافية. الإنسان اللي راه ينوض الصباح ويغسل كليته ويخلص عليها أمواله وهو يتعذب عذابا شديدا، أنت راك معافى من هذا. الإنسان اللي ينوض الصباح بالأنسولين ويتقب جسم تاعه في العشية والصباح، أنت راك معافى من هذا. الإنسان اللي دائما يمشي بشكارة تاع الدواء، أنت راك معافى من هذا. الإنسان اللي راه ما يقدرش يتمشى خطوتين وقاعد على عربة ويجر فيه الناس، أنت راك في نعمة من هذا وفي عافية من هذا. والله البارح مشيت إلى مستشفى إعادة التأهيل الحركي، يعني مستشفى يديروا فيه الناس ريديكاسيون، يعني يعاودوا التأهيل الحركي. لقيت أمهات مع أبناء صغار، أمهات معهم أبناء صغار، اللي عندها ابنها عام وعامين وثلاث سنوات واربع سنوات، أم معها بنت 14 سنة ما زالت ما تمشيش، رجليها معوجين الاثنين. الأم تبكي وهي تنظر إلى ابنتها، يعني شوف نعم الله عليك، وتقول الله يعطيني الذرية ونحن نمشي على رجلينا ما شاء الله. وتشوف أحيانا الناس يدرسوا، عندنا ناس في المسجد يجوا يدرسوا العلم الشرعي ما يشوفوش، ما عندهمش البصر،
كاين ناس يجيو للمسجد عندنا يسكن بعيد عن المسجد اكثر من كيلو، يقطع الطريق على مخاطره وياتي الصباح والمساء من صلاه الفجر الى صلاه العشاء، وياتي وهو يردد في القران في الطريق بعصاه لوحده، احيانا لا يقوده احد، يصلي ويجي للمسجد، واحيانا يقيس في عمود، واحيانا يضرب مسكين رجله في رصيف، وانت تمشي وتنظر وتحب تقطع الطريق وتشوف اليمين الشمال وتختار وتنظر الى جمال الطبيعه وتنظر الى الخضره الموجوده ما شاء الله، يعني في نعيم عظيم. هذه النعم والله العظيم لو يتذكرها الانسان دائما يقول يستحي من الله، يحشم يعصي ربي سبحانه وتعالى. نقول لك علاه، لان طبيعه تذكر نعمه المنعم توجب حياء منه حتى بين البشر. انسان تتلاقى انت وياه في القهوه كل يوم، تجي الصباح انت تسقى قهوه تلقاه تما يقول لك خالص عليا، غد من ذاك تتلاقى معه يقول لك خالص عليا، تستحي منه والله، تستحي تولي تستحي منه، دائما يسبقك الى الخير، واحد يسبقك دائما الى السلام فقط ما يعطيك حاجه، تستحي منه دائما. الانسان اللي يعطيك نعمه يولد فيك حياء منه من دون لا تشعر انت، ولذلك اذا واحد شفته ما يستحيش منك كثر عليه النعم يولي يستحي منك. ربي سبحانه وتعالى وله المثل الاعلى، احاط بنا نعما، ولكن قعدنا نحصيه في نعم الله رانا غالطين، لاننا لن نحصيها، ما نقدروش نحصيها، فلك الحمد يا الله. فلذلك الان نعمه الله هذه تولد فينا حياء، والحياء يولد فينا نعما. ولذلك من وقف على قصه يوسف عليه السلام ونظر الى مراوده تلك المراه لنفسيه يوسف، تراوده تدعوه الى الزنا والفاحشه، والظروف كلها مهيئه، ظروف كلها مهيئه، الباب مغلق، صاحبة البيت هي الملكة، والشاب غريب مثل ما يفعل ابنائنا في أوروبا، لا أهل يسألون عنه ولا يستحي من أحد، غريب يعني ما عندوش حتى العائلة ولا الحومة ولا أخوه يجوز ولا باباه يشوفونه، ما عنده مشكلة، غريب حتى ويتفضحه غريب مش مشكلة، يعني ما عندوش حاجة يخاف منها. يوسف عليه السلام وقف وقفة الشاب الأعزب الغريب الذي كل أسباب الشهوة تحيط به، ومع ذلك ماذا قال؟ معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي. النعمة، شوف أول حاجة على القول بأن ربي هنا ترجع على الله، على القول الثاني اللي على أن ربي هنا ترجع على الله، والصحيح أن الآية تتحمل اثنين. ماذا قال العلماء؟ قالوا شوف أول حاجة خلته يخاف الله ذكر نعمة الله، أول حاجة. تصور أنت وراح تعمل معصية، أول حاجة تخيل وفقك الله في يوم من الأيام مرت عليك امرأة متبرجة، وهذه المعصية اللي هي تداول فينا 24 ساعة ل 24 ساعة، راح تدخلنا النار ولينا ما نشعروش حتى بالإثم فيها، معصية النظر إلى الحرام، راح تغمسنا في نار جهنم، نسأل الله العافية والسلامة. فلذلك ولا نقول استغفر الله، ألف نظرة حرام، 2000، 3000 ما يقولش الإنسان استغفر الله يا ربي وشفت الحرام تاع اليوم. كم من امرأة تمر علينا ننظر إليها وندقق النظر بشهوة ولا نقول استغفر الله، مصيبة من أعظم المصائب التي حلت بنا في هذا الزمان، وكونها انتشرت ما تجيش عند ربي تقول لا غالب، احنا عشنا في 2020 ما كاش كيفها، كاش كيفها، كاع الدنيا كاع دايره هكذا، ما تقدرش تقول هكذا، لازم تعبد الله عبادة، غض البصر واتق الله ما استطعت. فلذلك الآن تخيل إنسان مرت امرأة فاتنة أمامه وسمع طقطقة حذائها وهو جالس، الآن أول حاجة النفس تأمر بالالتفات، أول حاجة الآن النفس تأمر بالالتفات، الالتفات بتلهف. الآن الإنسان هنا لو كان نحطوا العملية كما يقولوا في التصوير بطيئة، نحطوها تمشي بالبطيئة باش نقدروا نديروا تحليل عملية تشريح للعملية. أول حاجة النفس تأمر بالالتفات، لماذا؟ لأنها تريد طلبا من العين، أعطت للعين طلب، قالت له الآن يعني ابن القيم يصور تصوير جميل أحسن، ابن القيم وش يقول؟ يقول جاء شيطان ودخل إلى السلطان وعمل عملية انقلاب في الحكم، وقال للقلب هذا، القلب اللي كان فيه الإيمان، قال له أؤمر الآن الجنود. ما هي الجنود؟ العين واللسان والأنف والأذن واليد والفرج وكل شيء،
الجنود تاع القلب، القلب هو سلطان الذات. فالقلب ماذا يقول؟ يقول للعين التفتي لكي نتلذذ بالمنظر. لماذا قال القلب هذا؟ القلب ما خلق أن يقول هذا، القلب خلق سلطانا بفطرته نظيفا، الأصل ما يقول هذا، ولكن جاته انقلاب من الشيطان، دخل الشيطان ومرض القلب في هذه اللحظة، ربما هي أقل من ثانية، وعمل عملية انقلاب، وجاء الأمر من فوق أن العين تنظر. الآن صار صراع داخل، كاين ناس مخلصين في الحكم تم داخل القلب، حبوا يعاودوا يرجعوا الحكم لأصله، للفطرة اللي خلقنا ربي من أجلها. واش قالوا؟ قالوا هذه النعمة تاع البصر هذه راهي نعمة ربانية، كاين ناس ما عندهاش البصر تاعها، فاتق الله يا فلان واصرف هذه النعمة في طاعة الله. فيولي يعاود الحكم إلى نظافته، ويأمر الجنود العين يأمرها أن تغض البصر، فيكون الإنسان مؤتمرا طائعا لله. إذا تغلب الشيطان وبقي الانقلاب موجودا في تلك اللحظة، نسي الإنسان نعمة البصر فصرفها مباشرة في ماذا؟ في معصية الله. لماذا؟ ليولد مرضا آخر في القلب بتلك النظرة فقط. وما قست القلوب، ما قست القلوب كما قال ابن القيم رحمه الله في هذا الزمان، فصرنا لا نبالي بذكر الله، يقرأ علينا القرآن ولا نعتني به، لا يهمنا شيء. من وين جانا هذا؟ جانا والله من نظرة الحرام اللي والفناها فقط. لو كان كل واحد فينا يغض بصره، يا أخويا شفت اليوم 20 نغض 20، موالف نشوف 1000، يا أخويا نحاول اليوم نقص قد ما أستطيع، ندير وحدة نغض اليوم وحدة، ونحاول نذوق لذة غض البصر اليوم وحدة وغدوة 2، حتى يوفقني ربي. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. أنت روح انطلق فقط وربي يعينك، وادعو الله يصرف عنك السوء والفحشاء، يعني لحظات ويمر عليك الفساد. إذا هذا الحياء. النوع الثاني، السبب الثاني والمظهر الثاني، هو أننا صرنا نعمل المعصية ولا نتأثم. أنا أتكلم والله عن جميعنا، والله جميعنا كلنا ملتزمون بالتزام أجوف، وعوام الناس وكلنا والله كنا في طامة، والله الآن كلنا بشر، ومع كثرة المعاصي اليوم وتكرارها، وكاين واحد الحاجة أن كثير من الناس اليوم يدعون إلى الحريات التي هي عنوان المعاصي، حرية الرأي، حرية الثقافة، حرية الغناء، حرية اللباس، حرية المرأة، حرية كذا، كلها تدعو إلى الرذيلة والفساد تحت عنوان الحرية. الآن احنا نشعر بأن هناك ناس رم يدعون إلى هذا، ونشعر بأنه كاين تغطية في قوانين الدول كامل أن الإنسان يفعل ما شاء، واحد مدخله يشرب الخمر يدير وش يحب. أنت لما تشعر بهذه الحرية الدنيوية، أحيانا يتولد في نفسك حاجة تعود تقول أنا إنسان ندير وش نحب، واحد مدخل روحه فيه. فلذلك لما تولي ترتكب المعصية وتتذكر أن ملايين الناس رم يديروا كيما أنت، تولي ما تقولش حتى استغفر الله كي تكمل المعصية تاعك، تقول عادي، أنا عندي خليلة كان عنده 20، أنا فعلتها مرة كان يفعلها كل يوم، شربت أنا اليوم الخمر كان لو يشرب صباح وعشية، يعني عملت أنا هذه المعاصي شوية 3 ولا 4، كان ناس يتسرق في البلاد كاملة، سرقت أنا اليوم دار كان ناس يسرقوا الملايين، عملت أنا كذا، هذه صغيرة ماهيش حاجة، أنا نسيت ريب في الجوامع، ما أنا ما درناش الحمد لله ما حرقناش الجوامع، درناها صغيرة فقط. أنت أهنت المعصية فأهنت الله معك. ولذلك إياكم ومحقرات الذنوب. محقرات الذنوب، مش معنى محقرات الذنوب؟ الذنوب اللي تحسبوها أنتم صغيرة وهي عند الله كبيرة. علاه؟ لأن الإنسان لن يكرر الذنب، يعني الإصرار على الصغيرة هو كبيرة، الإصرار على الصغيرة وش معناتها؟ درت اليوم حاجة صغيرة بالك النفس غلبت وسبقت النفس، استغفر الله واتوب اليه، نعمه استغفرت نعمه، وتصدقت لتمحو سيئاتك نعمه، صليت ركعتين نعمه، دليل على قلبك ان قلبك جميل. ارتكبت المعصيه ولا يهمني، زدت عاودتها مره ثانيه ولا يهمني، عاودت اختها ثالثا ولا يهمني، دليل على ماذا؟ على ان ليس لله مكانه في قلبك ابدا، ما عندكش مكانه لله في قلبك. ما دام ان الانسان لم يقدر الله حق قدره، يديرها ويزيد يدير ويزيد يدير ويزيد يدير ولا يهمه،
ولذلك لا نتأثم، لا نشعر بالإثم. عدم الشعور بالإثم من أعظم المصائب التي نعيشها في هذا الزمان. السبيل إلى تزكية النفس، إلى تطهير الذات، يبدأ من أين؟ يبدأ من الاعتراف. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. واحد يمشي في الطريق عنده لباس، لباسه غالي ما شاء الله، ونفسك أنت أغلى، نفسك أنت طيبة، الله كرمك، لقد كرمنا بني آدم، عنده لباس غالي، خليه لباس يقيسوا حاجة هنا حاجة هنا وحاجة هنا وحاجة هنا، وهو يجيوه الناس يقولوا لي يا فلان عبك عندك 13 كحلة في لباسك الأبيض، أو عندك 13 بيضة في لباسك الأسود. قولوا لا مكاش، ويريح هكذا. كيفاش يولي حال الإنسان هذا؟ سنة وسنتين وثلاثة وأربعة، كيفاش يولي؟ لا يستطيع الناس أن يقربوا منه، من الدنس، من الوسخ، لأنه لم يعترف. لم يعترف، لو كان يعترف يقول لك عندي طاشة هنا، يجري يروح ينحي ويغسل. نفس الشيء، والله نفس الشيء. علاش ما تقولوش انت انا حر ما تدخلش روحك، ما تدخلش روحك فيا انت؟ علاش ما تقولها لهش؟ تقول بارك الله فيك، الله ما شفتها، كنت راح نحضر بها الاجتماع، سبحان الله، بارك الله فيك، تعاود تولي للدار وتغسلها. علاش كيجيك انسان ويقول لك يا فلان ستسقط؟ يقول له وراح نسقط، ستسقط في جهنم إن لم تركع مع الراكعين، ستسقط في جهنم إن لم تتوقف عن هذا الفعل الذي تفعله. الأصل ماذا تقول لهذا الإنسان؟ هل تقول له كما يقول جميع الناس أو سائر الناس وش دخلك؟ وش دخلك فيها بيني وبين ربي؟ أنا حر ندير وش نحب، وتزيد تفعل أكثر منها. أما أنك تقول له مثل ما قال صاحب الطاشة، تقول له يا فلان جزاك الله خير، ولو كان مش انت اللي ذكرتني كنت اسقط، وكان مش انت اللي قلت لي كان طحت في جهنم، وبارك الله فيك على النصيحه، وقليل اللي يوري لك الاخره اليوم. الناس يوروا لك الدنيا اليوم، طلع الكابو في الطريق يحبسوا لك مليار، كاع يوريوا لك الميكانيك، تبني سور هنايا تبدا تبني في دارك، يجيك واحد يقول لك لا تزيد له هذه وكان تنقص له، الدنيا كاع يدبروا. الاخره انا نسحق لي يوري لي الاخره، نسحق لي يقول لي اتق الله وراك رايح بها. هذا هو الصح، هذا أفضل من أخيك، من أبيك وأمك. فالآن كوننا نعترف، كوننا نتأثم، كوننا نستحي، يرفع إيماننا، يعني نصعد صعود جميل جدا ونرتقي عند الله سبحانه وتعالى. كوننا نعترف فقط. ومن أعظم الأمور أننا نعيش يعني في ضعف الإيمان، أننا لا نتأثر بذكر الله، لا نتأثر بكلام الله، لا نتأثر بما أعطانا الله ربي سبحانه وتعالى. ثلاثة أشياء تدلنا عليه، ثلاثة أشياء تدلنا عليه. ما هي هذه الأشياء؟ ما هذه الأشياء؟ نكمل الأشياء الثلاثة التي هي محالنا، الأشياء التي تتأثر وتتحكم في الإنسان: القلب واللسان، يذكر كذلك اللسان يتحرك يذكر، وكذلك النظر، النظر والعقل. النظر يمشي مع العقل، كان إنسان ينظر نظرة بشرية، وكان إنسان ينظر نظرة عقلية إيمانية. إنسان ينظر إلى غروب الشمس ويقول جميل، لازم نأخذ له صورة، نظرة بشرية توقفت هنا ما زادتش. وإنسان ينظر إلى غروب الشمس نفس الغروب ويقول يا هل ترى هذا اليوم يروح شاهد لنا أم علينا، ويقول يا هل ترى اليوم الشمس غربت من هنا وغدوة تطلع ملتم الشمس، كيف يكون حالي موقفي مع رب العالمين؟ فرق ما بين واحد ينظر إلى غروب الشمس بهذه النظرة، واحد ينظر إلى غروب الشمس نفس الشيء الدنيا كاملة كان ينظر إليها نظرة إيمانية عقلية وعاقل، يشوف هذا مات، يشوف هذا حيا، يشوف هذا فرح، يشوف هذا حزن. يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن، الله سبحانه وتعالى يحيي هذا ويميت هذا. هذه أشياء تفكر فيها أنت، انظر فيها. الناس تحيط بك اليوم، هذاك الإنسان يصيب بمصيبة، وإنسان يعطيه ربي فرح، وإنسان كذا، هذه آيات أمامك راهي تدور أمامك، تدل على أن الله سبحانه وتعالى هو اللي يسير في الكون. فلذلك أنت تنظر فيها، نظرك عقلك أنت ذكر، تحرك لسانك سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ذكر، قلبك يكون حي بذكر الله ومحبة الله والخوف من الله ذكر، هذا هو ذكر الله، هذه مداومة ذكر الله. فكم من إنسان لا يتحرك قلبه ولا يذكر بلسانه ويعيش بنظر البشرية لا بنظر الإيمان. أي حياة؟ كيف يقوى الإيمان؟ من يجيك الإيمان؟ مين؟ ما يجيكش الإيمان. ولذلك هذه أمر. الأمر الآخر
التفكر، عدم التفكر في نعمة الله وعدم قراءة القرآن. تعرفوا أن القرآن هذا يعرفك على الله، يذكر لك قصة تحرك نفسك، توعظك، تأخذ منها عبرة أكثر يعني، وزيد على ذلك تدلك على الكون الذي خلقه الله. أكثر من 1300 موطن في القرآن الكريم يدلك على الله من كونه فقط، أكثر من 1300. العبر كثيرة ولكن قليل المعتبر، المعتبر اللي يعتبر قليل. العبر موجودة كثير ولكن قليل يعتبر. تفتح اليوتيوب الآن، اليوتيوب افتح شوف كم الإنسان نجاه الله من حادث مرور، كم الإنسان يعطي لك مقاطع يوري لك شحال من واحد سلك من الموت، جوز عليه شاحنة ثقيلة تنقلب أمامه طيح عليه ما يموت. تشوف تقول هذا دليل على أن ربي هو سير الكون، وتشوف إنسان يمشي في الطريق تسقط عليه حاجة حبة برتقال يموت، تقول سبحان الله، هذا دليل على أن الله عز وجل إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. تشوف أرزاق الله كيف تأتي للطيور، كيف أشياء كثيرة يعتبر بها الإنسان في هذه الحياة. ولذلك الآن نعيش من دون أننا نقرأ القرآن الكريم شيء يبتني هوت. الرسول عليه الصلاة والسلام تتحرك نفسه، عمر بن الخطاب كان يمرض يمرض يمرض، احنا انسان يمشي في الطريق يقول لك ضربوا له ومرض، عمر بن الخطاب يمر عنده آية يمر عليها إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع، كل ما يسمع الآية هذه في الصلاة يصلي بالناس يسمع له شهيق من خلف الصفوف، يقرأها يمرض مدة ومريض في الفراش، غير يقرأها ولا يسمعها يعرفوا عمر بن الخطاب راح يضرب يمات في الفراش. آية آية تقض مضجع عمر إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. شيء يبدأ له الجبين أننا نقرأ كلام الله ولا نتحرك. ولا تكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم، خاصة نحن ننظر نفوسنا أننا خلاص قرينا قرآن ومرت علينا متون وآيات وجلسنا وسمعنا خلاص ما نحتاج إلى تدبر. لا، كل واحد فينا كل واحد فينا لا يتدبر القرآن خاسر ابتداء، خاسر ابتداء، إن كلام الله هو الذي يدلنا عليه. أنا أضرب مثلا دائما وهذا من العلماء أخذته، شوفوا ربي ودين ربي سبحانه وتعالى هذا لا يدلك عليه إلا الله إلا القرآن. شوفوا تشري أنت الآن، روح تشري جهاز عندك في البيت، حاجة تشريها من دارك كهرومنزلية تشريها ولا دواء، لن تستعمله ما تستعملوش حتى تقرأ دليل الاستخدام. دائما دائما يقول لك انت كيف هذا تخسره في الكرتون مكتوب لازم اقرا دليل الاستخدام اولا قبل الاستعمال، لازم هكذا حاجه تدلك. شكون هو اللي يكتب لك دليل الاستعمال؟ شكون؟ الصانع. لا احد اعلم بالصنعه من الصانع، اللي يصنعها هو اللي يعرفها. صنع هذيك الخلاط هذاك اللي شريته انت، هو اللي يخدم الشركه اللي خدمت هي راهي عارفه منين راح يخسر واش لازم باش تصونه باش يبقى يشد لك مده واش من كهرباء يمشي بها وشحال تخليه كذا باش تخدم به وكيفاش تسيره وكيفاش تعمل به وكيفاش تركبه الى جا ما جاش مركب. هما اللي يعرفوا. هما لو كان انا نجيب لك ورقه واحده اخرى ونقول لك روح نوريك كيفاش تقول لي لا لا، اللي يخدمه يعرف، اللي يخدمها هو اللي يعرف، اللي صنعك هو اللي يعرفك، اللي صنعك الله هو اللي يعرف كيفاش تمشي، هو اللي يعرف لك الطريق تاعك وين تخرجك. اذا طريقك وسلامتك وسلامه وجودك ونعمه عقلك ووصولك سليما عند الله اقرا دليل الاستخدام، اقرا كلام الله. لا شيء يدلك على الوصول سالما عند الله الا كتاب الله سبحانه وتعالى. ولذلك ربي اعطانا ثلاثه اشياء نوصل بها الى الله باش نعود نقدروه، نعود نحبوه، نعود نخافوه، نعود تتحرك نفوسنا عندما يذكر الله، عندما نسمع الله كأن إنسان ذكر له محبوب، محبوب ذكر يعني يتفطن يطير عليه النعاس وهو لما يذكر له ربي سبحانه وتعالى لأنه هو محبوبه. وش الحاجة اللي تخليك تحب الله عز وجل حبا كبيرا جدا لا يضاهى أبدا وتخاف من الله خوفا شديدا يردعك عن المعاصي؟ هي أنك تنظر إلى ثلاثة أشياء، آيات الله الكونية وآيات الله التكوينية وآية الله القرآنية. دليل الاستخدام كتاب رب العالمين هو كلامه، كلام الله عز وجل. آيات الله التكوينية هي أفعاله، أفعاله
وين راهي افعال الله؟ افعال الله اني نمشي في الطريق شوف انسان جاته سكره الموت فجاه، فعل الله عز وجل يرفع انسان، يرفع قدر انسان، يدافع الله عز وجل على انسان، ينصر مظلوم، هذا فعل الله. يرفع انسان، يرفع له من قدره في وسط الناس ويجعله القبول امام الناس، هذا فعل الله. يطيح الله بظالم، يطيح بظالم ويورينا عاقبة إنسان ظالم، هذا فعل الله. يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن، ربي عز وجل كل يوم هو في شأن. قال الصحابة ابن عباس وغيره في هذه الآية، وش معناتها كل يوم هو في شأن؟ أي ربي يفعل في عباده ما يشاء، الخلق خلقه والملك ملكه ونحن عبيده، يفعل فينا ما يشاء، يؤتي الملك من يشاء وينزعه ممن يشاء، يرزق من يشاء، يمسك رزقه عن من يشاء، يعطي من يشاء، يمنع من يشاء، يرفع من يشاء، يخفض من يشاء، يعطي المرض لمن يشاء، يشفي مريضا، يفرج عن مكروب، يرزق إنسان فقير، يسلك دين عن مدين، أشياء كثيرة، أفعال الله هذه تدلنا على الله سبحانه وتعالى. فهذه تنظر إليها، انظر إليها في الحياة وقل هذا ربي سبحانه وتعالى، أفعال وراي تسري في الكون، أفعال باش تولي تستحي من الله. الشيء الثالث هي آيات الله الكونية، السماوات والأرض، وهذه قلناها، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لمن؟ لمن؟ لباع عقله للمخدرات، ولا الإنسان اللي سكران، ولا الإنسان اللي تايه في العشق والغرام؟ لمن؟ لمن آيات هذه؟ لمن؟ لأولي الألباب، ناس محافظة على عقولها باش توصل عند رب العالمين، باش دايما عقله يشتغل يوصلك هو الربي، عقلك يوصلك الربي سبحانه وتعالى. تنظر في الآيات تقول يا ربي أنت ما خلقت الدنيا هذه هكذا، خلقتنا باش نعبدوك ونروح إلى نهاية محتومة وهي الموت حتى نلقاوك ونحن سالمون. هذا هو النظر إلى آية الله الكونية. فكل هذه الأشياء تنظر إلى كلام الله، تنظر إلى أفعال الله، تنظر إلى خلق الله، كلها تدلك على الله سبحانه وتعالى. والمظاهر، مظاهر ضعف الإيمان كثيرة جدا، الآفات الموجودة الآن، الأسباب، البعد عن حلقات الذكر، إنسان ما يجلس حلقات الذكر، اجعل لنفسك تسمع درسا واحدا اليوم. الحمد لله ربي أعطانا أجهزة، أعطانا هذه الأجهزة، أعطانا إلى جيناك الخيط ديرسون فيه، يعني كل شيء، كل شيء الحقنا. حتى يقول لي واحد إنسان دكتور في التكنولوجيا من بارح، وش يقول لي؟ يقول لي انا نظن باللي لحقنا القمه خلاص، ما عادش نزيدوا نقدروا نخترعوا، خلاص كلش درنا، كلش خرجت لنا الارض كلش. قال لي وقيل رانا رايحين خلاص، يعني ربي سبحانه وتعالى نعم علينا بالتكنولوجيا في كل شيء كاين. اطلع شوف القران بكل القراءات، الدروس وش حبيت اللي ترتاح، يعني هذا يا جاك ثقيل وهذا جاك خفيف، اسمع هذا عجبك ما شاء الله، يكون انسان عقيدته سليمه، انسان يحبك، يحببك في الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ما يعطيكش بدع، ما يعطيكش خرافات، ما يجيكش بعقيدة فاسدة، يدلك على الله، يقربك من الله، يتكلم بالقرآن بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، أسلوبه هكذا ثقيل خفيف، أنت اختار مش مشكل، عندك الملايين من المشايخ موجودة، اسمع وخليك، خليك ذاكرا لله. يا أخي خذ لك صفحة واحدة في اليوم، صفحة أقرأ، قل لعلي دواء، نجعل دواء وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، خليه الدواء، نقرأ صفحة واحدة، صفحتين، ثلاثة، ونقرأها بتمعن، نقرأها بتمعن، ونقرأ كلام ربي ونقول الحمد لله. أخذت مني دقيقتين بصح الحمد لله اليوم قريت قرآن ما شاء الله. خذ لي درس اليوم، رايح في الطريق نسوق خذ لي درس، ولا راكب في الترامواي ولا راكب في أي نقل يا خويا نسمع. شوفوا الآن بناتنا أولادنا رايحين كالسكرانين، رايحين للثانوية وراجعين من الجامعة كالسكرانين، كامل بوشين ودنيهم ويمشوا ورايحين، واللي يدخل في بوطو يدخل ويطيح في حفرة يطيح، وماشيين مساكن وغايسين هكذا غايسين ورايحين، اللي غايس في الشاشة غايس، واللي يسمع في غنية يسمع، كل هذا من أجل ماذا؟ باش يقسيو قلوبهم، وإحنا باش نداويو قلوبنا لازم ندعو، لازم نساكريفيو كما قال الآخر، لازم نتعب. يا اخي راني في الطريق مصحف نحطه امامي، قدر ربي عز وجل حبسه الطريق حبسه كذا، نفتح نقرا صفحه الحمد لله اليوم قريت قران الحمد لله، مانيش من الغافلين الحمد لله. فالليل راح نرقد
انا تعبان وانا نخدم صباح وانا كذا، خليني نصلي لي ركعتين اقل شيء كي يخرجوا صباح عند ربي قائمه اللي قاموا الليل اللي معاه مكتوب. مكتوب لن يعذب الله عبدا قام الليل، لن يعذب الله وجها سجد لله، لن يعذب الله عينا بكت من خشيه الله. منين نجيبهم انت هذو؟ لن يعذب الله لسانا طريا من ذكر الله. انت منين تجيبهم هذو؟ اسمع، خلي واحد يحركك شويه. انا ننصحكم نصيحه، كثروا من سماع الجنه والنار، كثروا من سماع امور الاخره. هذه هي المحرك الذي كان يحرك به رسول الله صلى الله عليه وسلم اصحابه. هذا الذي لازم ينتهض به الائمه جميعا والدعاة اليوم. هي الدعوه، طبيعه الدعوه تاع الرسول عليه الصلاه والسلام. قال لهم النبي عليه الصلاه والسلام، دخل عليهم قال لهم ماذا تفعلون في صحيح مسلم؟ قالوا انا نذكر الجنه والنار يا رسول الله. قال اعدد بين يدي الساعه عشرا، وعد يد ساعه. حكايات، هذه القصه. هذه العلم نتاعهم، هذا هو العلم. الفقه كان عندهم عملي. احنا اليوم احتجنا، فقدنا العملي، رانا نحتاج الان لازم نشرحوا للناس ونبينوا لهم الفقه. بصح لازم ما نخلوش قيمه الترغيب والترهيب تغيب من مجالسنا. يذكرهم النبي عليه الصلاه والسلام يقول لهم الصخره سمعتوا صوت؟ هذه جهنم، هذه جهنم. يقول لهم ارايتم النار التي ترون في الدنيا؟ لنار جهنم اعظم من ببضع وسبعين درجه من هذا النار تاعكم تاع الدنيا. يعني دائما يربطهم بالجنه والنار، دائما. على هذه كانوا الصحابه يقوموا الليل. قال لهم في حديث الجساسه، في حديث تميم بن اوس الداري صحيح مسلم، قال ما جمعتكم لرغبه ولا رهبه. اليوم على حاله استثنائيه، وش معناتها؟ معناتها حياتنا كامل يعني موافقين كي نقصروا نحكيو غير على الجنه والنار. وحضر قال كنا اذا عند رسول الله، اذا كنا عند رسول الله فذكر لنا الجنه كاننا نراها راي العين، وذكر لنا النار كاننا نراها راي العين، وغيرها 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 عشرات ان لم اقل مئات الايات والاحاديث بمجموعها تدل على ان طبيعه الدعوه تاع الرسول صلى الله عليه وسلم كانت عباره عن توحيد مشتمل على ماذا؟ ترغيب وترهيب. هذا هو الامر. كي نذكروا القبر، نذكروا الجنه، نذكروا النار، تمر على المقبره، ادخل لك المقبره، ادخل، ادخل المقبره وحدك، ادخل المقبره. في الصباح روح شوف اقرب مقبره عندكم هنا وادخل المقبره. وقول انا ساكون في يوم من الايام مع هذا. وفيهم الغني، فيهم الفقير، فيهم اللي مات مريض، فيهم اللي مات سكران، فيهم اللي مات ساجد، فيهم صغير مات مرفوع عليه القلم، فيه اللي مات عاق والديه، وفيه اللي مات وربي عز وجل فارح به. انا حالتي هنا مع اي فريق ساكون يوم من الايام هنا، والله احلف على نفسك انك ستكون هناك في يوم من الايام، واكيد ستكون. ختم الله لي ولكم بالحسنى. الان الانسان ينظر في القبر، انظر ساعه. هذه الامور تحرك، تحرك الايمان في الانسان. ومن بعد يفطن الانسان، يعطي الروح كف ويفطن نفسه ويقول وين راني رايح انا الان في هذه الحياه؟ وين؟ نروح مع الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أكثر الناس لا يعلمون. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. معظم الناس مساكن يشتكيون من قلوبهم. ما تقولش الناس كامل دارت والحمد لله، الناس كامل عادي كيما يديروا الناس، عادي كي الناس. الناس كامل دارت، أصحابي كامل هكذا نورمال عادي، أنتيك عادي وكذا وخلاص. مشيناها بهذه الطريقة، مشيناها. ولينا نحس كأننا في نعمة من الله. في نعمة من الله. لا انظر، قارن نفسك. قارن نفسك مع شيء معايا ولا مع احنا قاعد ضعاف الايمان. قارن نفسك مع الصحابه. قارن نفسك مع السلف. قارن نفسك مع من رضي الله عنهم وارضاهم. قارن نفسك مع الايات والاحاديث. حط ميزان توزن به حياتك يوميا. والله لو تعمل بهذا ان شاء الله تنجو. نجاني الله واياكم من عذابه، ووقاني الله واياكم من ناره، واسال الله العظيم رب العرش الكريم ان يجمعني واياكم في الفردوس الاعلى. أقول هذا، فإن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان، وإن أصبت فمن الله وحده. أقول هذا، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.